علي حسن علي والد الشهيد مهاب. احنا ولادنا لما نزلوا ثورة 25 يناير نزلوا عشان يحققوا لمصر كلها حاجات كبيرة، والحمد لله في بعض حاجات كتيرة اتحققت، كفاية انهم قدروا يسقطوا النظام، بس على حساب ايه؟ على حساب حياتهم. ودلوقتي بالنسبة للمحاكمات، المحاكمات مش راضيانا احنا كأسر الشهداء، لان طبعا دخوله بسرير قاعة المحكمة والقفص ده ادى شيء من التعاطف. فاحنا بنخاطب الوجدان المصري، بنخاطب كل ام في بيتها، وبنخاطب كل اب في بيته، بنقول له تخيلوا اللي احنا فيه، يعني اللي احنا فقدنا اغلى ما عندنا، فقدنا اولادنا عشان خاطر مصر وعشان خاطركم اولا. وبعدين مكتسبات الثوره بالنسبه للثوار معروفه جدا، اما الشهاده واحد، واما الاصابه، واما الاعتقال، واما الادعاء عليهم بانهم بلطجيه وانهم عملاء. فالناس ديت ما خدتش حاجه من الثوره، مكتسبات الثوره هتعود على الشعب المصري، هتعود على كل اسره في بيتها، من عداله وعداله اجتماعيه وكرامه، وكرامه المصريين كلهم هترجع لهم بسبب هؤلاء الشباب الضحايا. فاحنا بنطلب من كل بيت مصري، بنقول له خليك معانا، يعني احنا محتاجين لكم، احنا محتاجين ارائكم، محتاجين ان انتوا تساندونا، ما تسمعوش كلام الاعلام الفاشل، الاعلام الفاسد اللي بيحاول يوجهكم اتجاهات تانية بعيد عن اسر الشهداء والمصابين. احنا ناس علينا كتير ولازلنا بنعاني، وبننزل دلوقتي الشوارع بدل ولادنا، وبنكمل رحلة ولادنا. فمحتاجين منكم انكم تحسوا بينا وتحسوا باللي احنا فيه. المنظر اللي انتوا شفتوه في المحكمة ده منظر مقصود، دخول مبارك على سرير داخل القفص ده مقصود ومعروف ليه؟ للتعاطف. هذا الرجل لم يتعاطف على مدار 30 سنة مع العجائز اللي اترموا بره المستشفيات، لم يتعاطف مع الأطفال المرضى بالسرطانات وخلافه، لم يتعاطف مع الأمهات، لم يتعاطف مع الشباب، لم يتعاطف مع أي فئة من فئات المجتمع على مدار 30 سنة. تدمير شامل، تدمير شامل في كل شيء، في التعليم، في الصحة، في الاقتصاد، في كل شيء. دمر الحياة، دمر الإنسان نفسه، الإنسان كيان الإنسان نفسه، هذا الرجل ونظامه دمروه. وبعدين المشكلة الرئيسية دلوقتي، المشكلة الاقتصادية اللي في مصر سببها أمني بحت، ملهاش أسباب تانية. إحنا بلد بتطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وفيها النيل العظيم، وفيها تلت آثار العالم. مشكلتنا الوحيدة كانت الفساد، اللي إن شاء الله ولادنا وإحنا بنكمل مشوار ولادنا، وإحنا برغم حزننا على ولادنا إلا إننا سعداء وفخورين باللي عملوه ولادنا. وعايز أقول حاجة كمان، إن المشكلة الأمنية هي السبب في الاقتصاد المتردي في الوقت الحالي، لأن الأمن راهن نزوله ببراءة الضباط وبراءة مبارك وبراءة العدل. انما الامن لو ينزل ويقوم بدوره الطبيعي وبدوره الحقيقي، لو يقوموا بدورهم اللي بياخدوا عليه مرتبات، كانت الحياه هتمشي، الاستثمارات هتجيلنا، والسياحه هتجيلنا. المشكله يا جماعه في الامن، ومشكله الامن فيهم هم مش في حد تاني. شكرا.